شركان قولها وسيرادة سوماليلان أو شرق الدوميني مدحونها جمهوريادة سوماليلان مدني أحمد محمد محمود سيلايو أيال لغولة فقراي كرور كردقالي إي حوقان إي كم مغضاء ودرس كميسانية سندات كاللابادة كون إيو تضبية طبانكا غران كجمهوريادة سوماليلان وكوها ولقالي دونو حملها قولها وسيرادة دود دير أي شين كدب واحي عضو قادين أنسيحين تميسانية سندات كان وعد أغلبية ده أي كو ميل مريين ميسانية ده لبادة كون إيو تضبية طبانكا إي جمهورية ده سوماليلان أو دميد صدح بغولي اللبية اللحدن مليين شان بغولي تضبية طبانكون إيه صدح بغول إيه صدح يساقعشان دولار شركة قولها وسيرد مركب ودمادي وحور باهنت الله اللي وسيركو حقين كمالية ده سوماليلان مداني علي أحمد محمد أيا شرحي قدر كقرار إيه كم مغضاء ميسانية ده لبادة كون إيه تضبية طبانكا إيه ميلها أي حيو قصار يسو وحمانت الآن هي ميسانية دي قرار كان جمهورية سوماليلان ميسانية داس وعدد كيدو دني هاي لبتريليون بقولية تدباتني شم بليون 104 مليون 355,000 وميسانية دي أقبض نايدي أبي سومر تقرن كان جمهورية سوماليلان ميسانية داس هو حيكا كومنتا ميسانية دا دولة دحا وآه 1,553,204,000,000 يو 022,000 وأه دولة دحاء هي ده بده حبنانه وأه صدح بقول يصدح بليون صدح بقول يصد نيو سديد مليون يا دولة ده هوسة وأه لما بقول يسديد بليون شن بقول يتدوبات مليون يا دخل يا دقها عالمي جوا أه تتجاشن يتدوب بليون 268,000,000 دخل يا مشروع معمول ده تشين تو أهل بيت 8 بليون تدوب بقول يا لبيه لبعتين مليون إيش قاين تو ولا بتيليون بقول يتدوبات نيشن بليون يو 104,355,000 وحي اي دولار هان ودغتا صدح بقول يلي بي لحد المليون ان اي شن بقول يلي تضبيه طبان كنا دولار كمريكا كا ميسانية دني وحي ميسانية دي لبدي كون يلي حيا طبان كا كبضان تحي تضبيه لباتن بوينت فايف وكواتر ان كبضان اي كبضان تحي وحي ميسانية دني كبضان تحي ميسانية دي مركي ومدحوين احمد محمد سيلاني حلك اللو ريغي لبدي كون يلي طبان كي افر بقول يو كو برسم بي كبضان تحي وحضرك سيحد جاي سامي كورك مثال الدنيا وحي أهمية صار سأمنك وصلت كصوص على وحي نقولنا دور شوين كي قرنك وحلا ربع مركا وحلا تيجي إذا ماذا قلب كسيدا وحلا كل هو بري سانة فربضن قلب فربضن إذا ما فربضن بالسوق كلي وحلا ليس يا صنة كان إذا ما خاص وها إن يتوبران أن شدال كي يقني مدة قرن كان يلقضيه ما دام إنفسترز فربضن يشيران صنة كان وحى مثال الدنيا كل شيء بقول كي بتوبان شغالها إذا ماذا قرنك aya loo kordhiyay taasina waxay ku taxaluqdaa buugii balanqaadkii ah in shaqala 300 kordhiyo maanta waxa marisa 200 waxa weeye insha Allah sanadka soo socdana wax la kordhin doonaa inta dhiban miisaaniyadani ahmed weyn saaraysa kabayaasha dhaqaalaha waxay dhisaysaa wadooyin fara badan waxay dayac tirisaa ceelashii hore waxaana sameynaysaa ceelal cusub si baahida biyaha لوك لوغا مغرين ساي شعب كسومان لان لوغا ان لوغا لوغا حقبتيرو waxay miisaaniyadani ان culays weyn saaraysa oo ay ku wajahantahay daryeelka caafimaadka bulshada qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland waxay kalo ان miisaaniyadani itijaah saaraysa shaqo abuurka waxa la sameynaya dugsiyo farsamo gacmeed waxa la abuuraya ان oo la kobcinaya in wax soo saarka dalka la kobciyo oo wixii dalka dibadda ka soo imanaya ee wax soo saarka gudaha la ahayn in lagu sameeyo cashuuro and si production ka dalka loo kobciyo waxay miisaaniyadani diirada saaraysa aqoonsiga miisaaniyad farshaxan leh miisaaniyad laga shaqeeyay golaha wasiiradana aad baan ugu mahadcelinayaa sida qurux badan waas wasiirka wasaaradda warfaafinta iyo wacyigelinta jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Ismaan Cabdullaahi Saardiid Cadaani ayaa si qoto dheer ugu waramay miisaaniyadani ahamiyadda ay ugu fadhido qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland iyo bulshadiisa miisaaniyadaas oo madaxweynuhu uga mahadnaqayo wasiiradii ay hoggaaminayso wasiirka wasaaradda maaliyadda wasiir Samsom Cabdi Aadan wasiir Cali iyo dhammaan shaqaalaha wasaaradda maaliyadda waxa weeye waa miisaaniyad ka duuleysa ama ku saleysan xaaladaha aynu ku jirno oo ay ka mid tahay abaaraha doorashada nabadgelyada sicir bararka shaqaalaha jamhuuriyadda Soomaaliland oo loo kordhiyay boqolkiiba toban waana miisaaniyad korarkeedu yahay 72.5 ay tahay maxaa ku dhahdaa dhaafayso waa miisaaniyadii qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland ugu ballaarnayd
ugu tayada badnayd waxaan una qabnaa oo golaha wasiirada mar hadduu dhaafiyay madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland codsanaya een miisaaniyadaas waxa ku soo socota golaha baarlamaanka waxaan filaynaa in si dhaqso ah iyadana waxaan ku raadinayaa loo baahi loo een loo ansixin doono oo ay runtii tahay mid faa'iido weyn dalkan waxaan ku raadinayaa iyo dadkan u tari doonta ردوان عيديد اسماعيل اكيد يا عبد الله علي سودي تلفزيون قرنك جمهوريه سوماليلاند قصر جمدحتويده